فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أجدبنا في بلدنا اجتمع الناس في المساجد يوم الجمعة وقرأوا القرآن ودعوا الله أن ينزل عليهم الغيث بحجة التوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي فعلوه، فهل هذا الفعل مشروع؟ لا، هذا مبتدع. يجتمعون ويقرؤون القرآن لأجل الاستسقاء، هذا مبتدع. الذي ورد أنهم يصلون صلاة الاستسقاء ويخطب الإمام بعد الصلاة ويدعو بالسقيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ما ورد أنهم يجتمعون يقرؤون القرآن ثم يسألون الله الغيث، ما ورد. نعم.